نعم اكو بيشترى اكو محاولات، اكو محاولات لابعاد المرأة عن الاسلام بمختلف الوسائل. تشي اذا ترجع يعني مو هاي المسألة الوحيدة، اكو مسائل متعددة تستهدف ان تبعد المرأة عن حظيرة الاسلام. تلقى دائما هالكتاب يحشون باذنها، تعاي تشونوا شبيك ليش تنص بالميراث، بس هذا يتناسى يعني عين بعين ويغمض العين الثانية، يتناسى ان التكاليف المالية كلها ما مسؤولة عنها المرأة، مسؤول عنها الرجل. واذا كان مسؤول عنها الرجل، الرجل ديشيل حصة يطيها والحصتين ينفقها عليها، مو خسران المرأة، بالعكس الرجل هو الخسران. اي من ناحية، من ناحية تعايت ليش نص بالشهادة، التسئلة تقول له يعني الان الله عز وجل لما في جريمة الزنا يطلب 4 من الشهود، دول 4 من الشهود اللي يطلبهم في جريمة الزنا يعني 2 مو كافين، هذا نقصان في عقولهم حتى يجيب لهم 2 يجبروهم؟ يقول لا، مبالغة في التثبت في الحقوق، مبالغة في التثبت مو اكثر، مبالغة في معالجة هالانحراف، معالجة صائبة، معالجة مهمتها ابعاد روح التحلل عن جو الاسرة، هذا الهدف. فاذا كان كذلك يعني مو معناه نقصان بعقل ذول الشهود الا 4، يعني قد واحد يقول شو شبين احنا 2 شنو عقولنا مو كافية ليش الا 4؟ اذا كون الاسلام يطلب اضافة مرأة الى مرأة في الشهادة، انت هذا ما تعرفه الا تعرف ما يكتبه علماء البيولوجيا بالنسبة الى المرأة في العادة الشهرية او في حالات النفاس، يعني تمر عليها ظروف جدا صعبة جدا صعبة، ويعطينا العلم ارقام عجيبة تبين لك حكمة نظرية الاسلام. لك المرأة قد تمر بحالات، هالحالات اللي تمر بها مو معناه لنقصان في عقلها، لا، لكنه طوارئ، والطوارئ الى حساب، الطوارئ الى تشريع لها، والامور العادية لها تشريع. فتلقى اكو محاولة لابعاد المرأة من هذه الناحية، تعالي ليش الرجل بيد حق الطلاق وانت ما بيجيش حق الطلاق؟ اتأمل موجودة هالاقلام جيت حش ليل نهار، اذا صار اعطاء حق الطلاق بيد المرأة وافترضنا ان المرأة تتمتع بقسط من العاطفة اكبر من الرجل، معنى ذلك عرضنا الاسرة الى الانهيار، ومع ذلك هذا الحق ما منع الشارع عليها، اذا اشترطت في صلب العقد ينعطى لها المرأة، اذا اشترطت ان تكون العصمة بيدها ينعطى لها الحق. وهكذا حبيت الفت نظرك الى المحاولات التي تحاول ابعاد المرأة عن حظيرة الاسلام، وتتصور ايش قد تأخذ حساسية هاي الكلمة بان الاسلام يعين ويفرض ان المرأة لازم تجرى عليها عملية الختان، والسنة والنبي قالها للمرأة التي كانت تقتل النساء اخفضي وارفقي. الحقيقة حتى لو قدر انها سنة وانه نظر بها الى معالجة حالات شاذة، لكن اذا ثبت انها تطن عكاشات غير الهدف اللي اراد الشارع يقلع عنها، وكل مستحب جاء اشتركه. فاذا كان جاء اشتركه هم ما يعرفون جاء اشتركه، بس يعرفون دون يهرجون ان الاسلام جاي الى هالمرأة مسلط كل عقدة عليها، لا مو هكذا.